طلعوا العشاء اللي كنت انت مشارك فيه بنشرة الأخبار، أنا شفتك بيناتهم. إيه وكيف كنت طالع يا ترى؟ كنت كتير حلو. أنت منيحة؟ لا أنا اشتقت لك. وأنا حبيبي بكرة بس نخلص رح أرجع. إيه بعرف. أنت عم تبكي شي؟ بحس حالي ضعيفة لما ما بتكون موجود معي، عم يحس بالوحدة. لا تعملي هيك حبيبتي، إذا صاير شي احكي. لا والله ما في شي، شغل الجمعية والحفلة يعني أنا كتير تعبت هاليومين. شوف شو بدي أقولك، خليني استقبلك بالمطار ومنطلع سوا، خلينا نهرب من الشغل كم يوم. يا ريت لو فينا. أنت ما بدك؟ بكرة حبيبتي بس وصل عندي اجتماع، هيك خبروني، يعني لازم روح الشركة قبل ما مر على البيت. طيب خليني أنا وصلك على الشركة، أنا رح أجي أخذك. إذا عندك وقت فالشي رح يسعدني. رح ألغي كل مواعيدي كرمالك. هلا عم تخليني أحس بالذنب. يا ريت كان فيني ألغي اجتماع بكرة. لكان لهي الدرجة بتحبني؟ لك أنا كتير بحبك. أنا أكتر منك. كأني ما شفت هالأفلام من قبل. لازم تكوني شفتيهم لأنه كلهم قدما. اختاري لك فيلم خلينا نشوفه بعد الأكل. اتصل عدنان وقال لي سلم على الكل. تتهني. بيطلع لي قبل شوي حاكاني، قال في عنده بكرة اجتماع مهم ولازم يحضره، قال ما فينا نشوفه للمساء. الطاولة جاهزة. شو يعني ما رح نستنى مهند؟ قالوا لي ما رح يجي، رح لعند بشرة، شفته أخذ ثيابه معه، قال حيروح على الشغل من هنيك. معناها بده يشارك بالاجتماع مع أبوكي. رجل أعمال مهند، شي بضحك ما هيك؟ برأيي بضحك أكتر وهو عريس، ما شفته كيف كان عاقل قدام أهل بشرة؟ قوموا لنتعشى.